هلو جايز، حلقة جديدة من أندية لايف أفترنون بتبلش معكم اليوم مثل العادة، كل يوم الساعة 4:30، بس مش مثل العادة، اليوم رح نبلش دغري بأتم تي في. ما رح يكون معنا انرجي ميوزك فيديوز اليوم اكيد لا اسباب، نعرف كنا شوي هاي زي محمس كثير حسنا محمس شردات لكن جايز اليوم رح بلش بقى تي في اكيد من بعد رح يكون معنا اغاني وبنعرف كثير منيح انه صرنا اقرب لنهار سبت لكونسرت غانز اند روزز بفورم ذا بيروت، مشان هيك بقى تي في رح يكون عندنا حدا رح يحكي لنا عن هذا الموضوع، خليكم معنا. هلو اجان من اتم تي في، مثل ما قلنا لكم السبت كلنا صرنا نعرف، يعني اوريدي صرنا شهر بنحكي انه غانز اند روزز هو رح يكونوا موجودين بفورم ذا بيروت، يلي بعد ما اشترى التيكتس يلا يشتريهم. اول شيء بدي اقول هاي لفيليب. هاي سيدي، هاو ار يو؟ اشتقت لك. انا كمان اشتقت لك. كنت مريضة؟ ايه كنت مريضة بس هلا ام فيلينغ بيتر. يعني السبت عندك هلا كونسيرت كثير كبير رح تكوني موجودة تحت انت وانا كمان رح اكون موجود، فمشان هيك بدنا فول انرجي اكيد رح نكون عم نشوف غانز اند روزز كونسيرت اليوم. قبل ما نبلش الانترفيو اكيد هلا مع جي سي رح يكون، بس بدي اقول لكم انه بلشنا الكويشن تبع داي الكومبيتيشن، اكيد شخصين منكم رح يكون عم يربح تيكتس تيكون موجود بالكونسرت نهار السبت. سؤال كثير هين، بال91 نزلوا البوم غانز اند روزز تو بارتس، هو الالبوم اول بارت بدكم تقولوا لنا اسمه وثاني بارت هي ذاتها بارت 1 بارت 2 بارت 2 بدكم تقولوا الاسامي وتكتبون على تويتر على ات ام تي في لاب اكزاكتلي هاشتاج غانز اند روزز كومبيتيشن. وهلا بدك تفسر لي، رح تكون عم بترقي من الانسرز وانا رح ارقم يا حني وراي ما بتشوف. وجايز انا رح احط في سلولاري تما اكون عم زعبير، ما رح اكزاكتلي ما مبعثة تخيل خلص. شو بيربحوا؟ يربحوا كل شخص تيكت تيكون موجود تحت. اوكي صار اوريدي عندنا ست رابر، في اثنين رح يربحوا. ايه شخصين رح يربحوا كل واحد تيكت. اوكي بيرفكت، لكن اكيد بلشوا جاوبوا على هالانسرز. اما هلا فصار وقت نروح على جان كارل. هلو جان كارل، كيفك؟ لكن انت يور مانجينج بارتنر ب جي كي 58 يلي هي البادو برودكشن يلي عامله الكونسير ب كونسير غانز روزز نهار السبت ب فورم ذا بيروت. خبرنا اكثر اول شيء كيف البريبريشنز قبل ما نبلش هلا لليوم. هلا the last two days of an event are usually crazy so the whole team is fully fueled, we have quite a lot that's happening. هلا جاي من الفورم، جاي لعندكم، رجع رايح كمان مبين من السارنا هو دائما اخر جمعه يعني من عمير وبعدين كل شيء يعني بنعمله بنهار واحد بيختفي وبنرجع على بيوتنا. قد ايه الاكسايتمنت لنهار السبت؟ قد ايه في عالم عم بيقولوا لكم انه غانز اند روزز ار هي ان لبنان؟ قد ايه انتم حاضرين حالكم؟ قد ايه كل شيء ظابط لحيت هلا؟ نحن from our end we're extremely excited. يعني the whole team is really fueled. We're not sleeping. We have so many good feedback from people that are really encouraging or helping or excited to have Axel and Guns N' Roses in Beirut. From our end, it's our first like concert where we are promoting and producing. نحن we come from a production background where we're usually just behind the scenes. Okay. So for us, it's an extremely important event. We have a lot to prove. We have a lot to show in terms of what we do and how we actually operate when we have our own event. So for us, we're gonna say it's a milestone at JK 58. Definitely. لكن how hard it was إنه تقدروا تجيبوا باند هالقد مهمة يعني، وقد ايه كانت ردة فعل العالم إنه Guns N' Roses finally عم نجيب حدا مثل Guns N' Roses على لبنان؟ ومين عم الكونتاكت أنت يلي؟ إيه صحيح. هو getting a big band to Beirut is really tough. نحنا يعني البلاد اللي مجاورة كلهم they have bigger budgets, they have bigger crowds, exactly. Yeah, more and to bigger. Spend, they have a British crowd that would attend any concert that's present. نحن هون we are a small market, we are fueled by tourism, we don't have oil, so we usually need to tag along any concert, and this is what's happening. Guns is playing tonight in Abu Dhabi, and tomorrow they will fly. They will be with us to Beirut. They will be with us here till the first. طيب what's very Philippe عندك شيء تقوله؟ ايه كنا نسأله بس عن JK 58. خلينا نعرف اكثر background عن company تنرجع نوصل مره ثانيه على Guns N' Roses. شو عاملين قبل؟ شو الايفنتس اللي عاملينها؟ شو البرودكشن اللي عاملينها؟ هلا JK 58 is not your typical company. اول شغله نحن we're all passionate individuals, we're all freelancers, we don't have an employee system. Okay. So we're gonna so say it's a collective يعني. It's a collective of we're gonna say young idealistic person. Specifically what we do, we called our company JK 58 so that we cannot be branded. We love the music, we love the creative, we love film, so we actually operate in all these sectors. What we do mainly here in Beirut is a lot of film,
We have an arm that actually does all of that. It's called Your Web TV. Okay. And apart from this, we do a lot of the festivals. So we produced Biblos Festival. We've produced Red Hot Chili Pepper in September for Buzz Production. And mainly we're involved into service production. So we bring you the personnel to put your your event on. بالبلاد العربية, we're operating in Dubai and Doha. And the system is actually quite fun because we get to travel a lot. We're not only Lebanese people as well, like Australian, Bahraini, and the collective, the energy is really nice. What we've been trying to do is build Lebanese people and youngsters to a standard where they speak the language in Arab countries, they know the production, and they can basically replace other manpower that is British, American, because it's in the end, يعني اللغة كتير مفيدة بشغل البرودكسيون. Definitely. That's great. أكيد good luck. إن شاء الله دايما بتضلوا تشتغلوا على هيدا الشيء بلبنان. بس كمان بدي ترجع نذكر كل العالم يلي بعد ما بيعرفوا بالنسبة للتيكتس, تيكتس موجودين بفيرجن ميجا ستور. إذا فينا نحكي عن الأسعار قبل ما نحكي شوي, شو رح يكون في opening sets بالكونسرت؟ The cheapest ticket is at $55 and the most expensive is at $200. In general, يعني, we try to be as affordable as we can, لأنه بالنهاية بدنا كل العالم تجي تشاركنا بالإيفنت وبالموسيقى. يعني getting a big band is also as well bringing a culture event. نحنا we love to bring people together around music, art and sport. Yeah. This is like our main three focuses. Yeah. وببلد مثل لبنان, where there is a lot of instability, where there is a lot of stress, I think music, art and sport are a way forward to bring people together outside of all political or financial matters. Definitely. So نهار السبت كل شيء حاضر, بس قبل Guns N' Roses رح يكون موجود كمان, لأنه you want to boost the Lebanese scene, the Lebanese rock scene, أو حتى Lebanese musicians. رح يكون في two bands, Wanton Bishops وكمان Knee Surfers. They're brilliant bands. وكان في competition عملتوها على Facebook. صحيح. You decided إنه خلوا الناس to vote مين بدو, ونقيتوا two bands. هذه أول مرة بتصير. The bands that had the most votes. نحن we met the Wanton Bishops prior 3 months ago. We like them. On a eu un coup de cœur avec eux. They're amazing. We like their style. We hope that they really have a future, specifically in Beirut, where musicians or sports or athletes that don't have the support to actually find their way to a stage. The competition got so many likes, so many views, so many shares that it was only fair to get first off Near Surface that won the vote, and it's a band we discovered during that competition. Mm-hmm. They're really old. They've been playing since they're at university. True. They have some very good music. Their album just got released now. And Wanton Bishops, that actually was the second in the votes and that we wanted to encourage as well. They're gonna play basically at around 9:15 on the night, and then an hour later we're gonna have Axel that's gonna hopefully rock Lebanon. Cool. JC, راح نشوف small clip هلا من بعد أكيد راح تقلنا the final like words بدكم تقولون عليهم عن Guns N' Roses concert يلي حكون March 30th بالفورم دي بيروت. On March 30th at Forum Day Beirut for one night only. JK58 presents Guns N' Roses live in concert. In partnership with Energy and Grand Cinemas. One night of heavy-duty firepower. March 30th at Forum Day Beirut. Tickets for this exclusive show on sale at Virgin Ticketing. Brought to you by XXL, Roadster Diner, and FS Beer. March 30th. Don't miss Guns N' Roses. MTV and Energy Media Partners لهالإيفنت. نحن we're proud to be media partners لهالإيفنت. ومن خلال هالميديا بارتنرشيب رح يكون أنا موجود بالفورم دبيروت. هذا الشيء ببسطني كثير. تكون عم شوف أكيد تحضيرات و hopefully we can meet Axel. Hopefully he has a good temper و يكون friendly to us. لكن هذا كله نهار السبت. JC, thank you لأنك موجود معنا اليوم. و any event that you have, you're welcome back on MTV. تنحكي أكثر عنه و hopefully you get more and more international acts at Dikbar, maybe names, huge names. We're always trying. It's always difficult to tie up one or two other locations at the same time. بس إنه نحنا we're new in the market as promoters. What I'd like to say is that all the promoters that are in Lebanon, they work by passion. There's a lot easier ways of actually doing money.
at least a lot safer ways. Definitely. And we're all fueled by at least putting Beirut on the map, or actually not letting the other countries around cannibalize around all these artists who نحن عفيت ما نسمع ماشي. That's why Andrew, we wish you the best of luck, JK58. خليكم دايما عم تعملوا هيك شيء because we need you guys. لكن we see you on Saturday. نرجع نذكر التيكتس موجودين في فيرجن ميجا ستور. روحوا من اليوم ماكسيموم بوك يعني روحوا لانه عم يشتروا بسرعه. بكره في فرصه. بكره فرصه ف روحوا كلكم على فيرجن ميجا ستور شو التيكتس تبعكم تنشوفكم نهار السبت بالفورم ذا بيروت. نحن هلا بنقول لك ثانك يو كثير جان كارل لانك جيت واكيد بنشوفك السبت. نحن هلا رح نروح لبريك صغير بعد البريك نكمل حلقتنا. وي باك بآتم تي في وراح بلش اخبارنا. بس قبل ما بلش اخبارنا بذكركم الكومبيتيشن تبع غانز روز بعد ما كفي في كثير كثير ناس عم بيكتبوا. انا راح ايد قد ما في الاسامي على ورقه مثل ما قلت لكم مثل ما عم بعملها كل يوم مرقمين ما تطلعي بقى الورقه لانه راح كون عم تنقي سنتيا رقمين اليوم وهالرقمين راح يكونوا شخصين عم يربحوا معنا تيكتس لغانز روز. بذكركم بعد مره مارش 30 يعني هالسبت راح يكونوا بالفورم دو بيروت راح يكون في غانز روز اوبننج اكت نير سيرفيس وذا وان تون بيشوبس. راح نبلش اخبارنا اليوم بآتم تي في مع اخبار عن جيم كاري. جيم كاري اللي كان موجود عم بيعمل هيك سمول سكتش او سمول هيك فيديو تيضحكنا كثير ب فاني اور داي. فاني اور داي اتس ا ويب سايت وهالويب سايت بيشبه شوي صغير الفورمات تبع ساتردي نايت لايف. عم بيقلد كان عم بيقلد ذا اولد اول تايم اكتر تشارلتون هيستون. خلينا نسمع شوي صغيره بعدين بخبركم شو كان بيعمل. Who answered the call of freedom? Well, I'm the aliens. They would exploit our every weakness and suck the brains out of every living soul. Charlton Heston movies are no longer in demand, and his immortal soul may lay forever in the sand. The angels wouldn't take him up to heaven like he planned, 'cause they couldn't pry that gun from his cold dead hand. اللي عم نسمع غني هون الباند The Eels اجوا اكيد معه بالسكريبت لجيم كاري. And while you're stumbling out of bed, they put five rounds in the back of your head, or you get depressed because the money went south, and you put your old shotgun in your mouth, and your kids walk in, and they find you there like a headless lump in your underwear, and they move the gun, and it kills them too, and your wife just doesn't know what else to do, so she takes the hand grenade from her shoe, and she bolts the pen. And it's all on you. And your cold dead hand. اللي كان عم بيصير هون انه تشارلتون هيستون بالستينات والسبعينات كان عم بينحكى بالجن كنترول اللي هي ايشو رجعت طرحت مره جديده بامريكا من بعد ما اكيد صار في عده شوتينجز ريسنتلي من الشوتينجز هذيك السنه بالاورورا ثياتر وقت كان في الموفي دارك نايت كمان لاخر شوتينج بديسمبر 26 مطرح وين كان في اكيد بالساندي هوك هاي سكول المنتري سكول كان عم بيصير في كمان كيلينج. جيم كاري اخذها على عاتقه انه على تويتر يكون ادفوكيت لهالميشن اذا فينا نقول تيوقفوا تيعملوا جن كنترول. علما انه جيم كاري هيز كنديان هيز نوت امريكان. عمل هيدا السكيت الصغير كنا عم نشوفه على على فاني اور داي على الويب سايت وطلب من الايز انه يجوا يعملوا غنيه من كلمه كان تشارلتون هيستون يقولها كثير اللي هي كولد ديد هاندز يلي بتقول انه اذا بده يجوا ياخذوا الغنز منه لازم يجوا ياخذوه فروم هيز كولد ديد هاند يعني ما بيرفض انه يعطي سلاحه لحال لحدا. هيدا كان تشارلتون هيستون فعمل شغله انه هو بيشبهه عمل حاله بيشبهه لتشارلتون هيستون بكذا فيلم معروف من بن هير وغيره وغنى مع The Eels غنية اللي هي اسمها Call Dead Hand وكانت كتير بتضحك ومنشوف أكيد الفوترز اللي راح يقولوا if it's funny or die. Cool. Thanks Phil. Thank you Jim Carrey. بدك خبرك شيء ولا مروح بريك شوي؟ يلا مثل ما بدك. أوكي رح خبركم شوي شو هن الموفيز اللي متوقعين إنه يسيطروا على البوكس أوفيس هيدا الويك إند. بس كمان بدي أرجع أذكركم إنه لكل اللي بحبوا Game of Thrones سيزون 3 رح تكون عم تنزل نهار الأحد 31 نهار الأحد مارتش فأكيد خليكم متذكرين هيدا الشيء. موفي جي أي جو ريتاليشن عم بيقولوا إنه هو رح يكسر البوكس أوفيس لهيدا الجمعة مع أكيد ممثلين كثير مهمين مثل ذا روك تشانينج تاتوم وبروس ويلس وغيره من الأفلام ذا كرودز يلي كمان عم بيقولوا إتس إن
انيميشن انيميتد موفي عم بقوله كمان رح يكون من الاوائل بهيدي الويكند من البوكس اوفيس. اما بعدين كمان ذا هوست كنا ناطرينه للكاتبه ستيفاني ماير يلي كاتبه توايلايت ساغا, هي كمان رح تكون كاتبه هيدا الموفي ورح ينزل بهيدا الويكند اكيد لكل اللي عباله يحضر هيدا الموفي. اما ساينس فيكشن موفيز رح ينزل ذا زومبي انفيجن كمان موفي ابارامون انا بالنسبه لي مثل ما قلت عنه ريفيوز كثير ضعاف ما بعتقد انه رح يقدر يكون مسيطر على البوكس اوفيس. اما تمبتيشن تايلر بيريز موفي وقصه شوي دراماتيك بتحكي عن مره مجوزه وعلاقتها بجوز البليونير يلي بتتركه بعد فتره كمان رح تكون نازله بكاتيجوري افلام دراما لهيدا الويك اند. هول اكيد البوكس اوفيس عم نحكي فيهم باليو اس نهار تنين نعرف كيف كانت التراتبية تبع هول الأفلام, أما بلبنان فأكيد نرجع نشوف أنتين بيكون موجودين عنا. أما هلأ فرح نروح لبريك صغير نرجع نذكركم بالكمبيتيشن تبع تويتر, بعتولنا شو اسم الألبوم يلي نزل 1991 هو Two Parts Like Guns and Roses على MTV Lab فيليب عم بيكتب الأسامة واثنين منكم رح يربحوا تيكتس فخليكم على تويتر. رجعنا بقى تم تي في, بس بدي اقول انه في كثير اشخاص هلا صار في حديث هلا 33 جواب صح على القليل, انا بلاقي لازم في اكثر ناس كمان يكتبوا. هو السؤال هو كثير هين كان ب 91 Guns N' Roses نزلوا البوم Two Parts, هالالبوم فيه اغاني كثير حلوه, فيه November Rain, فيه Knocking on Heaven's Door يلي امبارح كمان سالنا سؤال مين انه كانت هي لبوب ديلان غنيه وغيرها, فيه اغاني كثير حلوه بس شو اسمه الالبوم؟ هذه هي كلها سوا 33 جواب كثير قليل لحيت هلا للاشخاص يلي عم بيحطوا مرتين اساميهم وكذا مره, مره واحده رح يكون اسمكم موجود ف don't tweet many times في كارن قران عم تكتب do not tweet anymore. طب انا رح نقي رقم 70 لا هي ترى ما في 70 بلش اكتبوا على كلهم بيكونوا ناطرين بعضهم عم بمزح. لا لا عن جد يلا keep on هيدا treating us لانه باخر الحلقه انا رح نقي رقم. اوكي اما لا فل شو حنعمل؟ رح نشوف فيديوز اليوم, فيديوز كثير حلوين. رح بلش مع اول فيديو. نعرف انه المره والرجل تقريبا بالنهار بيعوزوا بحدود 2000 كالوري تياكلوا صح. هلا كيف نوزع الكالوريز نحن عم ناكلهم؟ هذا السؤال كثير مهم. هدا فينا ناكل دوناتس بالنهار, هدا فينا ناكل let's say nuggets, let's say حلا قصص مثلا إذا بناكلهم كلهم فيهم يعبوا 2000 كالوري ويكون ما أكلنا شيء تاني بالنهاية, هذا شيء مش منيح بيكون. بس بهذا الفيديو اللي عاملينه بز فيه دي كتير حلو لأنه بفرجونا قدي 2000 كالوري بتعني بالفود وخصوصا أنواع الفود اللي كنا عم نشوفها. خلينا نشوف سوا. بتعقد يعني بيتزا واحدة 2000 كالوري, عم تحكي بوريتو واحدة ونص 2000 كالوري, هدول السينمون رولز تقريبا 2500 كالوري. يعني لازم نتجنب هيك انواع اكل. لا انا عم مني مثل واحد يقول هيك بس anyway عم تتخيلوا 50 بيكن ستريبس مع كل الفات اللي فيهم
they're equivalent ل 2000 كالوري. تخيلوا إذا يمكن تاكلوا الصبح بيكن مثلا مع إجز أو شي من النوع، منه هالميل اللي كتير كبير، يعني عم نحكي إذا 2 strips أو شي من النوع. هلا في كتير دايتيشنز يمكن يقولوا لنا هلا أنا I'm not in a position واحد يقول شو لازم تاكلوا، بس بالنهاية إذا بتاكلوا الصبح بيكون a big meal it's good for the whole day، لما تعطيكم energy بنفس الوقت كمان بالصبح بتصور بتحرقوا أكتر حركة الجسم أكثر. You're active يعني. سبعة دوناتس تخيلي، سبعة دوناتس equals 2000 calories. This is a big deal يعني. إذا واحد بيأكل اثنين دوناتس this is big يعني. ما لازم يكون عم بيأكل اثنين دوناتس لأنه مقلية، وتخيلي خبزة مقلية وردي الخبز بينصح. أربعة مش حقول الأربعة برجرز من عند مطعم كتير مشهور، ثلاثة ونص بالأحرى كمان 2000 calories. يعني عم نحكي بأرقام، مثلا عم تحكي 52 كاروت هن 2000 كالوري which is good. يعني 52 كاروت مش معقول حنا ياكل 52 كاروت بالنهار، بس إذا بتاكلوا كاروتس بيكونوا قصص عم تعبوا فيها شوي صغيرة جوعكم، وبنفس الوقت ما عم تاخذوا كيف كالوري. صح مزبوط. سينتيا من بعد هذا الفيديو اللي تعلمنا فيه شيء كتير حلو، أنت كنت ركضتي على الترتيب فيها، رح نكون عم نشوف شيء كتير حلو لكل الأشخاص اللي بيقروا كتير كتب وعندهم بيبليوتيك أو حتى ما عندهم بيبليوتيك بكتبوا كتبهم مهما كان. أوقات بيصيروا هالكتب بس محل لواحد يكون عم بلقط غبرة فيهم، فبدل ما نكون خلصنا من الكتاب منه عايزينه بقى نحطه بالبيت عندنا، في شيء كتير حلو اسمه Mail Books for Good. بتجيبوا كفر بتشتروه، هالكفر من أسوسياسيون بتاخدوها ما بتشتروها حتى، بتلفوها مثل كأنه it's a mail، بتحطوها بالميل لهالأدرس لهالأورجانيزيشن، والأورجانيزيشن بتبعت هيدا الميل لكل الأشخاص اللي هن هوملس وعايزين يمكن يقروا كتاب أو شي من النوع، لأشخاص محتاجين، والأشخاص اللي قروا هذا الكتاب مرة تانية فيهم يرجعوا يسكروه بنفس الغلاف ويبعتوها مرة جديدة، هيك بيبرم الكتاب على كتير ناس. يعني it's like downloading illegal music، هون عم تبعتوا البوكس in a legal way بهالطريقة. خلينا نشوف صراحة. People across the world simply don't have access to them. Unfortunately, once read, most books end up sitting on dusty shelves, and even those which get donated are old or in poor condition. We thought we could make a difference if we found a way for readers who buy new books to share them with those less fortunate. We call it Mail Books for Good, a special dust jacket designed to fit any book. Once read, the cover can be flipped inside out and sealed, turning the book into a protected parcel. Prepaid and pre-addressed, the book is now ready to be sent to a charity which needs it. To bring Mail Books for Good to market, we partnered with publisher Random House to release a range of titles from selected authors. Mail Books for Good brings the chance to share books again, which is something that we're losing as books move online and are in a digital form. They're much harder to share, so it's fantastic that books can have more than one life. The launch range in Sydney posted books to the Footpath Library, a charity that spreads the gift of reading to the homeless. The simple act of giving a new book to a homeless person has an incredible effect on their self-esteem. It makes them smile, it makes them feel worthy, and it makes them feel special. The idea that the books that have been published under this scheme will go to one person and then maybe some other people is a great, will make every author feel pleased. And pleased too that through their book they might be providing some sort of consolation for people, some sort of sunshine into a dark place. Mail Books for Good is now a globally registered patent, freely available to non-profit programs that encourage literacy worldwide. From gathering dust. بهالطريقة بكون هالكتاب circulating لكثير أشخاص. عندك كتاب بإيدك. مزبوط. بدك أحكي معه هلا أحكي. يلا بسرعة. لكن guys بس بدي أقولكم، بدي أنصح كل اللبنانية عن جد إنه نحن دائما ويتاند إنه نشتري books international English American French ما بعرف books تنقريهم، بس عن جد عنا قصص بلبنان مش معقولة. من شي ثلاثة أيام انعرض دوكيومنتير على الام تي في الساعة 11 عن شاعر وكاتب كتير مهم لبناني يوسف الخال، يلي هو بس تقولكم شو عامل، مترجم الإنجيل يعني البايبل للعربي، هو الانسان اللي ترجم الانجيل للعربي وذا بروفيت وكثير كتب لجبران خليل جبران للعربي. هلا هيك صار عندي الحظ انه اتعرف عليه، عنده كم كتاب عن جد يعني انا بالنسبه لي انكتبوا بالثمانينات فيليب، بس انه عملوا لنا نحن ذا يونغ بيبل اليوم، اللي طريقه الكتابه ابدا منا بوتري ابدا، اتس لايك
كيف تقعد انت ورفيقك عم تحكوا عن قصص فيلوزوفيك عن بلدك عن الارت عن الميوزك عن اكزاكتلي ذات الشيء وحتى هالكتيبه بالدارج فجايز عن جد تراي تو ريد تعرفوا شوي من اداب بلدكم لانه عن جد منه شيء مثل ما كنا نفكره اداب وهيدا اتس فيري سمبل شيء عن جد نحن بدنا نقريه هيدا دفاتر الايام امبارح حطيت على تويتر لكل اللي عندي هون على تويتر بيج عنه عن البلد وكيف نحن بنفكر نفل وكيف بنقرا في الكلتشر هون يمكن في عالم متذمروا من هيدا الشيء قصص كثير لها علاقه فيكم جربوا جيبوه دفاتر الايام وفي كتاب ثاني اسمه يوميات كلب كمان قصص كثير لها علاقه فيكم ولما بقول هيك انا عن جد اي مين ات فتراي تو ريد ات وانا على تويتر رح ضل دائما صور بيجز وابعثكم يوم هيك ليتل ستوريز حتى تقرون ادب ادب لا بس عن anyway عم بمزح كده من بعد البريك رح نكون بعدنا عم نكفي بالكومبيتيشن بتصور يمكن رح نكون عم ننقي الوينرز من بعد البريك رح يتهلا 34 اسم 35 هلا عم شوف هون فكتروا جواباتكم السؤال هو شو اسم الالبوم يلي نزل 91 لا Guns N' Roses هو تو بارتس الالبوم مشهور كثير معروف يمكن اكثر البوم معروف لا Guns N' Roses الجواب رح يكون بعد البريك واكيد رح نعرف رابحين خليكم معنا لكن جايز وي ار باك تو اتام تي في وبعد عندنا فيديوز كثير مهضومين بس قبل بدي اسالي مع جو حوران على جان جريدي على ألسن على كثير غيركم يلي ذير تويتينغ اس على تويتر اتام تي في لاب او سينتيا خليفه 1 او فيليب يعقوب فيل اندرسكور يعقوب فيل اندرسكور يعقوب على تويتر فيليب بعده عم بأيد اسامي من اتام تي في ما بقى تطلع على الورقه لا لانه هو يقشن ولا مصدق انه ايبرمترو بلاستيك مسي بدرجات عاليه لا فرح ننتقل ونشوف فيديو ثاني معنا لليوم او ثالث معنا لليوم فيديو كثير مهضوم رح نشوف بنيويورك اللي تعتبر مدينه الفن وخاصه بدايه ستريت ارت بلش هونيك من الراب للبريك دانس وكثير غيرهم من ستريت ارت للجرافيتيز او حيلا شيء هيك لكن في كثير رابرز على وعندهم هالحريه انه تو يعبروا عن نفسهم فقرر one of the rappers اللي بيكتب poetry كثير مهضومه يعني للاغاني اكيد تبعه انه يعملون على بانكارتات ويوزعهم all around New York يلزقهم all around New York بس بانكارت مش ورق بوسترز ليه عم تمسخر لا عم بسمعك اوكي لكن رح حطهم بلاحظ هيدا الحد لكن رح يكون عم بحطهم all around New York لحتى to share his expressions هيك to express himself لكل سكن New York خلينا نشوفها سوا Rap Quotes is a project that plots the exact locations of corners and just very specific locations mentioned in rap songs. You're the next contestant. Get your pockets dug from all your chemical bankings. Caught them at the red light or Putnam Avenue in Franklin. A lot of rappers call out their block. But when you're on a corner that's called out in a song, I think it's cool to know that. 158 Lewis Avenue between Lafayette and Van Buren. That was back during the days of hanging on my Ben-Stop block with Spencer Mitch following my. The first one I thought of was Big L. 139 Atlantic Ave, there's a big park. On 139 Atlantic Ave, there's a big park. And if you're soft, don't walk through it when it gets dark. And then it became sort of a scavenger hunt. So we're about here. I'm thinking we go downtown and do the J. Rue sign and then work our way back. Fucked up street pole. Babies having babies and young niggas selling crack. I think the bitch is lying. It's a setup. I can smell it. But ignorance is running rampant. Aight, baby, show me the exact spot. Meet me at Hoyt and Skimmerhorn at 3 on the dock. Check it, 1 for Charlie Hustle, 2 for Steady Rock, 3 for the forthcoming live future shot. It's 5 dimensions, 6 senses, 7 from immense of heaven to hell, 8 million stories to tell, 9 planets faithfully keep in orbit with the probable tenth. The universe expands length, diurnal, my ink so hot it burned through the journal. I'm blacker than midnight on Broadway and Myrtle. Brownsville, the place where crews seem the livest. We're in Brownsville, we're about to roll up to the 73rd precinct. There's an MOP line that basically calls the cops your drug dealers. We're gonna park illegally on the street in front of the main entrance and put up a sign calling them drug dealers. The good thing with these is I feel like if cops come and say anything, it's kind of easy to talk your way out of this one. Like, all right, I'll take it off. And we come back 10 minutes later, we put it back up. I can say I'm an art student. I just
لكن ده قصدي فيديو معقول تعمل هيك شيء في ليف كانكس تو هود نو؟ جايز رح يكون عنا بعد فيديو واحد من بعد هذا الفيديو رح نكون عم نعلن مين الشخص اللي كمان بيربح معنا Guns N' Roses Competition رح لكم عن فيديو كتير مهضوم ليه لأنه في كمباني اللي هي بتعمل بير سايدرز يعني بتعمل من عصير الفروتس بير it's a very good one apparently اسمه Somersby Cider كتير حلو لأنه عملوا دعايتهم كيف الناس بينتروا a new iPhone أو a new iPad أو حيلا new product من Apple بيوقفوا قدام الأبل ستور بينتروا تيفوتوا لجوا وبيكونوا الامبلويز تبع الأبل ستور عم يفسرونهم بطريقة كتير هيك detailed عن البرودكت الجديد نفس الشيء بيعملوا الدعاية هلا are we expecting a lawsuit من Apple خلينا نشوف صراحة We saw the latest operating system, Plump. I'm gonna run straight in there and grab one. So is this the Somersby? This is it. This is what all the excitement's about. 16 pip, 32 pip. This is the 32 pip. Is it wireless? Oh yeah, yeah. Look, completely wireless. Single core, dual core. Full of great content. Easy to use. Move towards the mouth and interface. Works in your normal docking system. That's docked. That's docked, yeah. And you've downloaded. I've downloaded. Yeah. One click. Boom. You're connected. Awesome. It's amazing. Really good. And works perfectly in direct sunlight. Somersby Cider ودعاية بتشبه دعاية الأبل ستور وبتكون الناس فايتين لجوا هيدي كانت حلقتنا مع فيديوز كلها اليوم صار وقت نقلكم شو الجواب كان صح لأن وقفنا نأيد أسامي من بعد آخر اسم ما رح أقول شو اسمه ودائما رح لكم أنه أنا عشوائيا بحط الأرقام قد ما في بكتب أرقام وبصير حط الأسامي وين من كان يعني إذا واحد جواب بالأول مش معقول يكون رقمه أم أنا بكون حاطه مثلا ست أو ويت أو غيره يعني دائما بيكون very random هلأ السؤال كان هو شو الألبوم بال91 ينزلوا يعني 2 parts Guns N' Roses و Use Your Illusion 1 part 1 و Use Your Illusion part 2 ألبومين بيجننوا راح يكونوا عم تقدروا تسمعوا الأغاني تبعهم كلهم من خلال أكسل روز والباند تبعيته Guns N' Roses نهار السبت بفندق بيروت صار وقت نقي اسمين من آن لل 55 طيب شوف شو رح أعمل رح أول شيء عد الأناني وتنشأ عد بالكوسانات هلا بسرعة خلينا نعمل أول واحدة عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 إبراهيم داهر 1 2 3 par 5 3 par 5 15 at رنا مدور إبراهيم داهر وأترنا مدور بذكركم إذا بتربحوا التيكتس وإذا طلع اسمكم أكيد وأوريدي كل الأشخاص تجوا على استوديو فيزيون على الريسبشن تاخذوا التيكتس تبعكم قبل نهار السبت نهار الجمعة آخر دليل لكم تجوا تاخذوا كل هالتيكتس مبروك لكل الأشخاص اللي ربحوا معنا It was a nice episode. Cynthia, سلامتك. Thank you. نحن أكيد إمتى رح تكوني بأتم تي في؟ Saturday رح كون لايف معك من هون أنت رح تكون بالفورم دي بيروت ومن بعد رح نتلاقى كلنا بالفورم دي بيروت أكيد ما تنسوا تروحوا وتشتروا تيكتس. هلا رح تكونوا فيكم تحضروا مجدلة بأغاني نحن بنقول لكم ودولي كمان بنقول لكم باي ونشوفكم بكره ونشوفكم السبت نفس الوقت. تشاو تشاو باي باي.